يا اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة مستر اندرويد. النهاردة هنتكلم عن اليو اس بي سي، الوصلة اللي هتغير مجرى التاريخ. في 2015 اعلنوا عن الوصلة دي، وصلة يو اس بي من نوع سي. ايه بقى اليو اس بي من نوع سي وايه فايدته وايه بقى اللي هيقدمه للتكنولوجيا في ظل الكابلات والحاجات والاتش دي ام اي ومدخل فيجا ومدخل شحن ومايكرو اس بي ولايتنج بورت وكل الهيصه اللي احنا فيها من الكابلات دي. مدخل يو اس بي سي ده هو مصمم خصيصا عشان يوحد كل الكابلات دي، ده اللي هيغنينا عن كل القصه اللي احنا عايشين فيها دي. لو شفنا مع بعض كده، ده مدخل سامسونج او الحاجات القديمه، ساعات برضو كان نوكيا بتنزل المدخل اللي هو ده، حاجات قديمة. وده اليو اس بي العادي، يو اس بي 3 اللي هو الكبير اللي بتدخله عشان خاطر يبقى راس الشحن من الناحية التانية. دي كهربا، ده مدخل النوكيا العتيق طبعا، تمام. وده طبعا نوكيا برضو الرفيع شوية، تمام. ده بقى مدخل الفيجا، وده مدخل ال HDMI اللي احنا حاليا بنستخدمه. ده الفيجا اللي هو القديم اللي هو استبدله ال HDMI اللي هو ده HDMI برضو، تمام. وده مدخل المايكرو يو اس بي سي، ده اليو اس بي سي وده المايكرو يو اس بي، تمام. ده الجديد وده القديم، ماشي. هو ده المايكرو يو اس بي، ده اللي هو الوصله اللي هي كانت قبل اليو اس بي سي. ده نفس الكلام، دي شاحن سامسونج قديم، تمام. ونوكيا برضو نزلت فتره في شواحن بالمايكرو يو اس بي سي، المايكرو يو اس بي اسف. وده المايكرو يو اس بي، ده طبعا مدخل الايفون اللي صدر في ايفون 5. ايفون 5 ده كان اول مدخل، اول مرة ينزلوه في 2012. احنا دلوقتي في 2019، يعني انت بتتكلم في حوالي 7 سنين اللايتنج. طبعا هم كانوا عايزين ينزلوا يو اس بي سي بس كان ساعتها لسه مش جاهز، فطبعا هو اللايتنج يعتبر قريب من فكرته، بس اليو اس بي سي بيدعم سرعات شحن اعلى وبيدعم. طبعا هما الاتنين بيتركبوا باتجاهات معكوسة عادي، مش زي المايكرو يو اس بي لازم تدخله في فتحة معينة، ملوش راسه مش زي ظهره، تمام. ده اللايتنج بورد. وده بقى عم الناس، ده عم الناس الجديد بقى اللي لسه نازل، ده اليو اس بي سي. حاجة برضو يعني انا اتوقع ان اليو اس بي سي هياكل السوق كله، هو اللي هيبقى مسيطر. ده اللي هيستبدل مدخل الشحن اللي هو احنا بنشحن بيه اللابتوب، وده اللي هيستبدل ال HDMI اللي احنا بنوصل بيه الجهاز اللابتوب بالشاشة مثلا، او الشاشة بحاجة تانية بالريسيفر بكده. ده اللي هيستبدل مداخل الماوس ومداخل هيستبدل كل حاجة. هو ال USB-C مخصص ان هو يستبدل كل شيء، يعني مفيش حاجة مش هيستبدلها. انت مش هتحتاج اي وصلات زي ما انت شايف كده. ال USB-C هيديك اليو اس بي 3 العادي، وهيديك الاتش دي ام اي، وهيديك مدخل انترنت، وهيديك مدخل، هيديك كل حاجه، كل حاجه هتقدر تشغلها من خلال مدخل واحد اللي هو اليو اس بي سي. اليو اس بي سي زي ما احنا شايفين طبعا بيستبدل لك مدخل الفيجا القديم العتيق، تمام. انا شايف ان اليو اس بي سي ده احسن اختراع عملوه في كل تاريخ الوصلات، ده احسن واحد فيهم. ده بيدعم سرعات شحن عاليه، بيدعم سرعات نقل بيانات قراية وكتابة عالية جدا، ممكن تبقى 4 أو 5 أضعاف اللايتنج وأربع أو خمس أضعاف المايكرو يو اس بي. هو المستقبل. طيب احنا بقى نستفاد ازاي بالتقنية الجديدة دي؟ المفروض ان انت لو هتشتري تليفون جديد ما تشتريهوش غير بيو اس بي سي. ليه؟ لان انت بتشتري تليفون محتاج سرعة شحن عالية، فانت لو اشتريت تليفون بمايكرو يو اس بي اللي هو بيشتغل بالوصلة العيانة دي، يعني مش هيبقى شحن سريع، هو هيبقى سريع بس مش زي اليو اس بي سي، وطبعا نقل البيانات هيبقى صعب. وطبعا لو هتنقل بيانات صورة الموبايل على الشاشة مش هتعرف تعملها بالمايكرو، هتعرف تعملها باليو اس بي سي، تمام. فالموضوع يعني حتى اللابتوبات، الماك بوك برو نزل في 2016 بيو اس بي سي بس، ما فيهوش اي مداخل ولا فيجا ولا مدخل نت ولا يو اس بي 3 ولا اي حاجه، نزل بيو اس بي سي بس، واحد للشحن وواحد لنقل البيانات بقى والاتش دي ام اي وكل حاجه فيه بقى، تحط كارتك تحط كل حاجه. فانت لو هتشتري
هاتف جديد، لابتوب جديد، دور على المدخل ده. ده حاجة مهمة جدا لازم تحطها في اعتبارك وانت بتشتري التليفون. بس هو ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، نشكركم على الدعم ونشكركم على المشاهدة، نشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.